فهناك الكثير من التفاصيل التي يجب تغطيتها عن الليفر، أو بمعنى أصح سنقوم بربط الأناتومي مع الإيميجينج تكنيكس مع الراديولوجي. مرحبا جميعا، هذا هو الفيديو الثاني من فيديوهات الأبدومن، وإن شاء الله في هذا الفيديو سنتعرف على سكجول لدراسة الأبدومن. هذا الفيديو سيكون بمثابة جدول أو مخطط لدراسة تشريح البطن على هذه القناة. مثل ما نلاحظ سنتعرف على الأبدومن في هذه السلسلة من الفيديوهات، وستكون from the beginning أي من البداية من نقطة الصفر. لن نحتاج إلى محاضرات سابقة قبل هذه المحاضرات لكي نستطيع أن نفهم تشريح البطن، ومن المؤكد أنها ستكون for med students لطلاب الطب، لن تكون لطلاب غير طلاب الطب، لأن طلاب الطب هم الطلاب الوحيدين الذين سيدرسون تشريح البطن بشكل تفصيلي. وهذا سيكون عبارة عن schedule، وفي هذا schedule سنتعرف على what we will study about the abdomen في هذه السلسلة من فيديوهات تشريح البطن. هذا الفيديو ليس عبارة عن schedule أو مخطط فقط لدراسة تشريح الأبدومن، وإنما هو أيضا عرض لما هي المواضيع الموجودة في تشريح البطن. سيكون لدينا 34 جزء في هذه السلسلة، كل جزء ربما يكون محاضرة واحدة وربما يكون أكثر من محاضرة، ولكن في نهاية هذه 34 جزء ستخرج من هذه السلسلة وأنت تملك معلومات عن تشريح البطن لن تنساها أبدا. مثل ما نلاحظ الجزء الأول، وفي الحقيقة هي ستكون محاضرة واحدة فقط، ستكون عبارة عن overview عن الأبدومن. سنتعرف في هذه الأوفرفيو عن الأبدومن بشكل عام وتفاصيل متعلقة بتقسيم الأبدومن إلى عدة أقسام، وما هي محتويات كل قسم أو كل جزء من أجزاء الأبدومن، كل sub-region من السب-regions الموجودة في الأبدومن. هذا الفيديو مهم جدا بصراحة، لأننا من خلال هذا الفيديو سنقوم بوضع تصور في أذهاننا عن الأبدومن، وهذا التصور في الحقيقة سنحتاج له وبشكل كبير حينما نريد أن ندرس الأبدومن بشكل جيد. فبعد هذا الجزء سندخل مباشرة بالانترولاترال أبدومينال وول في الجدار الأمامي والجانبي للأبدومن، وسنحتاج إلى أن يكون لدينا تصور عن الأبدومن بشكل عام. أنا أعتقد بصراحة أن هذا الفيديو يعتبر من أهم الفيديوهات في دراسة تشريح البطن، لأن هذا الفيديو سيساعدنا وبشكل كبير بعمل visualization للأبدومن ولمحتويات الأبدومن بشكل عام. وأنا بصراحة حينما أردت أن أقوم بدراسة الأبدومن احتجت وبشكل كبير إلى هذا التصور، وعانيت في الحقيقة في البداية قبل أن يكون لدي تصور بشكل جيد عن الأبدومن، وبالتالي أستطيع أن أدخل بدراسة الأبدومن بدراسة تشريح الأبدومن بشكل جيد. لذا وضعت جهد بصراحة ليس بالقليل في هذا الجزء من فيديوهات الأبدومن، وهو سيكون الفيديو القادم بشكل مباشر بعد هذا الفيديو عن الأبدومن. وأيضا في هذا الجزء سنتعرف على الأبدومينال كافيتي بشكل عام، وما هي محتويات الأبدومينال كافيتي، وأيضا ما هي علاقة الأبدومينال كافيتي مع الأذر كافيتيز الموجودة في الجسم. أما الجزء الثاني من أجزاء الأبدومن من أجزاء تشريح الأبدومن سيكون عبارة عن الانترولاترال أبدومينال وول، ولكن لن يكون الانترولاترال أبدومينال وول بالكامل، وإنما ستكون عبارة عن اللايرز. سنقوم بدراسة طبقات الانترولاترال أبدومينال وول وأيضا الاكسترنال سيرفيس أوف انترولاترال أبدومينال وول، لأن هنالك تفاصيل أخرى سنتعرف عليها إن شاء الله في الموضوع الثالث. فمثل ما نلاحظ
الانترولاترال ابدومينال وول هنالك الكثير من الطبقات موجودة في هذا الانترولاترال ابدومينال وول. والانترولاترال ابدومينال هو ببساطة عبارة عن الانتيرير ابدومينال وول واللاترال ابدومينال وولز. وسبب أننا قمنا بجمع هذه الوولز لأنها مرتبطة مع بعضها البعض، يصعب فصلها حتى من ناحية عملية، لذا فاعتبر أن الانتيرير واللاترال وولز جميعها عبارة عن وول واحد وعبارة عن الانترولاترال ابدومينال وول، أي مرة أخرى هي عبارة عن الجهة الأمامية والجهة الجانبية من جدار البطن. سنتعرف خلال هذا الجزء عن طبقات هذا الجدار وأيضا على الـ external surface of this wall، وأيضا سنتعرف على الـ neurovascular structures التي ستقوم بتغذية هذا الـ wall. سنتعرف على الشرايين، الأوردة والأعصاب الموجودة في الـ interlateral abdominal wall. وأيضا سنأخذ جرعة أولى عن الـ clinical correlations of the abdomen، وستكون هذه الجرعة عبارة عن الـ clinical correlations المتعلقة بالـ abdominal wall أو الـ interlateral abdominal wall. مثل ما نلاحظ سنرى هذا المظهر إن شاء الله خلال هذا الجزء، وسنتعرف إن شاء الله على الـ underlying cause الذي سبب هذا الكونديشن، ما هو السبب وراء هذه الحالة السريرية. وأيضا سنتعرف على الـ internal aspect of the interlateral abdominal wall. مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الـ internal aspect of interlateral abdominal wall. هذه الصورة ببساطة هي عبارة عن عمل coronal section للجسم تحديدا للأبدمن، ونحن الآن ننظر للانترولاترال ابدومينال وول من الداخل، أي من الخلف مثلا. تصوروا في هذه الطريقة، قمت باقتطاع الانترولاترال ابدومينال وول بالكامل، وأنا الآن أنظر إلى الانترولاترال ابدومينال وول من الداخل أو من الخلف. فمثل ما تلاحظون هذا هو عبارة عن شكل الانترولاترال ابدومينال وول من الداخل، وهنالك الكثير من التفاصيل في هذا الـ internal aspect للـ interlateral abdominal wall سنتعرف عليها إن شاء الله في جزء خاص، على ما أعتقد أنها ستكون محاضرة واحدة فقط. وأيضا بعد ذلك سنقوم بالتعرف على الـ inguinal region. لا أعلم ما هي اسم هذه المنطقة في العربي، ولكن هذه هي عبارة عن الـ inguinal region. في هذه الـ inguinal region سنتعرف على الكثير من التفاصيل بصراحة، وهذه التفاصيل لها أهميتها في الكلينيكال. وبشكل عام هذه المنطقة هي عبارة عن منطقة انتقالية ما بين البطن والفخذ من الأمام. وبعد ذلك سنتعرف على السبرماتيك كورد، سكروتوم and testes. سنتعرف على جميع هذه التفاصيل. هذه التفاصيل حسب رأي مور أنها تنتمي إلى الأبدمن، باعتبار أن هذه التفاصيل أو هذه التراكيب أتت من الأبدمن خلال الأطوار الجنينية، لذا سنقوم بدراسة هذه التفاصيل في تشريح البطن. وأيضا سنأخذ الـ Surface Anatomy of Interlateral Abdominal Wall، وهنا سنقوم بربط المعلومات التي تعرفنا عليها خلال الأجزاء السابقة مع الحياة السريرية، مع الحياة العملية، مع الجانب الكلينيكال من دراسة الطب. فمثل ما تلاحظون سنتعرف على اللاند ماركس، على العلامات الموجودة، العلامات الدالة الموجودة في الانترولاترال ابدومينال وول، ونتعرف على كثير من التفاصيل ستنفعنا بشكل كبير في الكلينيكال. وعلى ما أعتقد أننا على هذه القناة لسنا بالجديدين على فكرة السيرفيس أناتومي. وأيضا مرة أخرى سنأخذ جرعة من الكلينيكال كورليشنز، الجرعة الثانية من الكلينيكال كورليشنز، وستكون بشكل أساسي عن الانجونال ريجن. وهذه الكلينيكال كورليشنز لها أهميتها، وبصراحة جميع الكلينيكال كورليشنز الموجودة في سلسلة تشريح البطن هذه لها أهميتها، لأنها عبارة عن ربط التشريح مع الكلينيكال، عبارة عن ربط الاناتومي، البيور اناتومي،
مع الكلينيكال أناتومي بشكل عام ومع الجراحة بشكل خاص. وسأقوم بصراحة بالخروج عن الكونتنت الموجود في مور وأقوم بطرح مواضيع إن شاء الله مثيرة للاهتمام إن شاء الله ستكون في المستقبل وستكون مفيدة جدا وستساهم بشكل فعال في فهم التشريح من وجهة نظر كلينيكال. ومن ثم سننتقل إلى الأجزاء الأكثر تشويقا في هذه السلسلة من المحاضرات، هي عبارة عن البريتونيوم and peritoneal cavity. بصراحة متشوق جدا لشرح هذا الجزء من هذه المحاضرات، إن شاء الله نصل له بأسرع وقت ممكن. هذا الجزء ببساطة هو عبارة عن هذه التراكيب التي نراها، وعلى ما أعتقد أن كل شخص قام بدراسة البطن أو أخذ فكرة ولو بشكل بسيط عن تشريح البطن واجه مشكلة بفهم البريتونيوم والبريتونيال كافيتي. إن شاء الله ستساهم هذه القناة وهذه الفيديوهات بأخذ تصور جيد جدا عن البريتونيوم والبريتونيال كافيتي إن شاء الله في القريب العاجل، وعلى ما أعتقد أنها ستكون في محاضرة واحدة فقط، ولكن بعد ذلك سنقوم بأخذ clinical correlations، سنقوم بأخذ جرعة سريرية ثالثة تخص البريتونيوم والبريتونيال كافيتي. مثل ما نلاحظ هنا هذا هو عبارة عن البريتونيوم والبريتونيال كافيتي وتفاصيله، فهنا نحتاج إلى جرعة من الكلينيكال كورليشنز. حتى الآن كان هنالك 10 أجزاء عن الأبدمن، كل هذه الأجزاء كانت عبارة عن كفرنجز، كافيتيز، أغشية وأغلفة وجدران وولز وإلى آخره من هذه التفاصيل، ولكن لم نقم بالتطرق إلى أي فسرة في هذه الأجزاء السابقة. أما الآن فسيكون لدينا عبارة عن overview عن الأبدامينال فسرة، ستكون بفيديو واحد سيكون لدينا فكرة عن محتويات البطن، عن الفسرة الموجودة في البطن. فأحتجنا لعشرة أجزاء حتى نبني الوالز والكافيتيز والكفرينجز بشكل عام، لكي نستطيع أن نضع هذه الأبدومينال فيسرا في هذه الكافيتيز ونقوم بعمل كفرينجز لهذه الفيسرا ونقوم بحمايتها من خلال الانترولاترال أبدومينال وول. فسنقوم بأخذ أوفرفيو عن هذه الأبدومينال فيسرا، ومن ثم سندخل بشكل فعلي في دراسة الأبدومينال فيسرا بالتفصيل الذي إن شاء الله لن يكون ممل. مثل ما نلاحظ لدينا الإزافيكس وتفاصيله وأجزاءه ومناطقه وإلى آخره من هذه الأمور المتعلقة بالإزافيكس، ومن ثم سننتقل إلى الستامك إلى المعدة وسنتعرف على أجزاء المعدة وتفاصيلها والبلود سبلاي لها. هناك الكثير من التفاصيل الجميلة المتعلقة بالستامك، وعلى ما أعتقد أنها لن تكون في محاضرة واحدة فقط. ومن ثم سننتقل إلى السمول انتستين إلى الأمعاء الدقيقة كما تلاحظون، ومن المؤكد أيضا أنها لن تكون بفيديو واحد فقط، ستكون عبارة عن عدة فيديوهات عدة محاضرات عن السمول انتستين. وبعد ذلك سيكون لدينا اللارج انتستين، ومن المؤكد أيضا أنها لن تكون عبارة عن فيديو واحد فتحتاج إلى الكثير من التفاصيل يجب أن نتطرق لها. وبعد ذلك سنحتاج إلى جرعة من الكلينيكال كورليشنز، الجرعة الرابعة من الكلينيكال كورليشنز، ستكون هذه الجرعة عن الإزافيكس وعن الستامك وعن الانتستين بشكل عام سواء كانت لارج أو سمول انتستين. وبعد ذلك سنتعرف على solid organs الموجودة في الأبدمن، وأول واحد سيكون عبارة عن السبلين. مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن السبلين، وسيكون هناك الكثير من التفاصيل المتعلقة بالسبلين. وبعد ذلك سنتعرف على البنكرياس، وبعد ذلك سنتعرف على الليفر، ومن المؤكد أنه لن تكون هنالك محاضرة واحدة فقط عن الليفر، لن تكفي محاضرة واحدة، وهنالك الكثير من التفاصيل التي يجب تغطيتها عن الليفر. وبعد ذلك سنتعرف على البيلياري داكتس and gallbladder، على العصارة الصفراء وعلى القناة الصفراوية بشكل عام،
وإلى آخره من هذه التفاصيل المهمة. وكما تلاحظون أن هنالك علاقة وثيقة ما بين البليري دكتس، الجالوبلادر والليفر. ومثل ما تلاحظون هذه الصورة توضح بشكل مختصر ما هي هذه العلاقة وما طبيعتها. ومثل ما نلاحظ أيضا هذه الصورة تختصر كثير من التفاصيل، إن شاء الله سنتعرف عليها بشكل تفصيلي. وبعد ذلك سنأخذ جرعة خامسة عن الكلينيكال كورليشنز. على ما أعتقد أننا أصبحنا مدمنين على الكلينيكال كورليشنز. مثل ما نلاحظ بعد دراسة الليفر سنحتاج إلى أن نقوم بعمل بالبيشن للليفر ونتحسس مكان الليفر وهل هو طبيعي من ناحية الحجم أو لا، وإلى آخره من هذه التفاصيل. فهذه الكلينيكال كورليشنز ستكون بخصوص السبلين والليفر والبنكرياس والبليري داكت والجالبلادر وإلى آخره من هذه التفاصيل. وأيضا من المؤكد أننا سنقوم بدراسة الريلاتيف بوزيشن ما بين الليفر، السبلين، البنكرياس وإلى آخره من التراكيب الموجودة داخل البطن. وبعد ذلك سننتقل إلى دراسة الكدني، اليوريترز and suprarenal glands. مثل ما نلاحظ سنقوم بدراسة الكلية والحالبان وتفاصيل كثيرة متعلقة بالكلية والبلد سبلاي لها، وأيضا السوبرارينال جلاند على ما أعتقد أنها تسمى الغدة الكظرية، لست متأكد، ولكن هي الغدة الموجودة فوق الكدني. وبعد ذلك سنحتاج إلى جرعة من الكلينيكال كورليشنز. فنحن مدمنون على الكلينيكال كورليشنز على ما أعتقد، وإن لم نكن مدمنون فسنصبح مدمنون إن شاء الله. فهذه الكلينيكال كورليشنز ستكون متعلقة بالكدني، ومثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الكدني ستونز، عبارة عن الحصى التي تتكون داخل الكلية. بعد ذلك سنقوم بأخذ سمري عن الانرفيشن of abdominal viscera. مثل ما نلاحظ أن هنالك الكثير من التفاصيل المتعلقة بالنيرف سبلاي أو الانرفيشن للابدومينال فيسرا، للأحشاء الموجودة في البطن. فكل عضو من هذه الأعضاء يكون له أعصاب خاصة ونيرف روتس خاصة تقوم بتغذيته. وبعد ذلك سنتعرف على الديافرام وماذا يمثل الديافرام من الأساس وما علاقته بالأبدمن وما وظيفة الديافرام سواء كان في التنفس أو في تفاصيل أخرى، وما هي الفتحات الموجودة بالديافرام وإلى آخره من هذه التفاصيل. فهناك تفاصيل كثيرة عن الديافرام سنتعرف عليها إن شاء الله على ما أعتقد خلال محاضرة واحدة فقط. وعلى ما أعتقد أنك الآن تتساءل، متى سنتعرف على الـ Posterior Abdominal Wall؟ سنتعرف على الـ Posterior Abdominal Wall بعد أن نتعرف على جميع التفاصيل التي ذكرت قبل قليل. وفي الـ Posterior Abdominal Wall سنتعرف على تفاصيل كثيرة، ليس فقط الـ Posterior Abdominal Wall على وجه التحديد، وإنما أيضا سنتعرف على الـ Major Blood Vessels الموجودة في الأبدومن، وتحديدا الـ Aorta والـ Inferior Vena كافا وإلى آخره من هذه التفاصيل. فموضوع الـ Posterior Abdominal Wall مهم جدا، وهنالك من المؤكد ربط ما بين الـ Posterior Abdominal Wall والباك الظهر، وأيضا بصراحة بعض عضلات اللور لم أيضا ستكون موجودة هنا في الـ Posterior Abdominal Wall. وبعد ذلك سنحتاج إلى جرعة سابعة من الـ Clinical Correlations، ولكن هذه الجرعة هذه المرة مختلفة. مثل ما نلاحظ سنتعرف على شيء نسميه aortic aneurysm. aortic aneurysm ببساطة هي عبارة عن توسع، نعم توسع في الابدومينال aorta كما نلاحظ هنا. الابدومينال aorta هو عبارة عن الشريان الأساسي الموجود في الابدومن. وعلى ما أعتقد أننا لدينا فكرة عن الابدومينال aorta، أو لدينا فكرة بشكل عام عن الأيورتا الذي هو عبارة عن الشريان الأساسي الذي يخرج من القلب والذي يقوم بتغذية الجسم البشري بالكامل، ولكن هنا هذا الجزء الموجود في الأبدومن فقط، الأبدومينال أيورتا. سنتعرف على التفاصيل
المتعلقة به من ناحية الكلينيكال في هذا الجزء. فهي على ما أعتقد جرعة جميلة من الكلينيكال كورليشنز. بعد ذلك سيكون لدينا الموضوع الأخير الموجود في مور، وهو عبارة عن السكشنال ميديكال إيميجينج أوف ذا أبديمن. ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا سنتعرف على الـ MRI وعلى الـ CT سكان عن الأبديمن، أو بمعنى أصح سنقوم بربط الأناتومي مع الـ Imaging Techniques مع الراديولوجي. Anatomy مع الراديولوجي، Anatomy of the Abdomen مع الراديولوجي of the Abdomen. سنأخذ فكرة عامة وليست فكرة بتفاصيل كثيرة، ولكن بصراحة قلت لنفسي لما لا نأخذ تفاصيل أكثر ونذهب إلى البلين X-ray of the Abdomen. مثل ما نلاحظ نأخذ أشعة عن الأبدمن ونرى ما هي التفاصيل الموجودة في هذه الأشعة وماذا نحتاج من هذه الأشعة وما هي الأمور التي نستطيع أن نراها من الأساس في هذه الplain X-ray أو الplain radiography of the abdomen. وبعد ذلك ننتقل إلى الألتراساوند، نتعرف على الألتراساوند of the abdomen. لما لا نأخذ بعض الأفكار، نقوم بربط الأناتومي مع الراديولوجي بشكل جيد، وبعد ذلك لما لا نأخذ فكرة عن الCT أو الكمبيوتر توموغرافي عن الأبدمن، أيضا نقوم بربط الأناتومي بشكل جيد مع الراديولوجي بشكل جيد، وأخيرا لما لا نأخذ فكرة أيضا عن الMRI عن الماجنتيك ريزونانس إيميجينج، ربط الأناتومي مع الراديولوجي. ولكن بصراحة لن نذهب بتفاصيل كثيرة فيما يخص الراديولوجي، نحتاج إلى أن نأخذ تفاصيل تؤهلنا لدراسة الراديولوجي، أي نقوم بوضع ختم على عبارة أننا أخذنا تشريح كافي على الأبدمن ونحن الآن مستعدون لدراسة راديولوجي عن الأبدمن. وبعد ذلك سنقوم بأخذ Focused Revision، سنقوم بأخذ مراجعة مركزة عن الأبدمن قبل الدخول بالموضوع الأكثر تشويقا على ما أعتقد من هذه المحاضرات أو من المواضيع الأكثر تشويقا، وهو عبارة عن questions case files about the abdomen. مثل ما نلاحظ case files anatomy هذا الكتاب وكتب أخرى من هذا القبيل سنقوم بالتعرف عليها فيما يخص الأبدمن، وسيكون هناك تفاصيل جميلة في هذا الجزء من الأبدمن، وسأحاول أن أضع تفاصيل مثيرة للاهتمام، لن أقوم بأخذ تفاصيل مملة. إن شاء الله سيكون لدينا كيسات جميلة ولطيفة، وهذه النوع من الأجزاء تؤهلنا لدراسة USMLE الذي هو عبارة عن امتحان معادلة الشهادة الأمريكي. وإلى هنا انتهى هذا الفيديو. إن شاء الله الفيديو القادم سيكون عبارة عن overview عن الأبدمن بشكل عام، سيضع في أذهاننا تصور جيد عن تشريح الأبدمن. إلى اللقاء في الفيديو القادم.